من رسائل سيدتي الوردية إلى المعلم ويوم المعلم، وقال الشاعر المعروف أحمد شوقي: قم للمعلم وفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. يحتفل باليوم العالمي للمعلمين يوم 5 أكتوبر سنويا منذ عام 1994 ميلادية، وهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو المتعلقة بأوضاع المعلمين. لذا يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم السعودية الأستاذ مبارك العصيمي. أهلا وسهلا فيك أستاذ مبارك. أهلا ومرحبا بكم. أهلا مروة وبالأخوة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ مبارك. نبغى نعرف أهمية اليوم العالمي للمعلمين بالنسبة للمعلمين والمعلمات. والله يا اخي المعلم اكبر من المناسبه. دور المعلم والمعلمه وقيمه المعلم والمعلمه في حياه البشريه اكبر من اي مناسبه، لكن هذه المناسبه هي التي تجعل لنا او تتيح لنا فرصه ان نتوقف امام دور هذا الانسان، دوره الكبير حقيقه تجاه الامه تجاه المجتمع. فنحييه، نجدد له تحية ونجدد له الدعوة بأن يعينه الله في هذا الرسالة التي حمله مسؤوليتها المجتمع، فهو يحمل مسؤولية تشكيل الجيل ثقافيا وتوعويا ويسهم في بناء العقلية التي ستقود هذه الأمة في المستقبل. طيب ومن هنا فإننا نحييه ونشد على يده ونقول نحن نقف معك ونحن ندعمك ونحن أيضا نسهم معك في تذليل الصعوبات التي تعيق هذه الرسالة. شيء من الحلم، شيء من الأنا، شيء من الصبر، شيء من الطموح المفتوح الآفاق في رسالتك ونحن معك. جميل أستاذ مبارك. نبغى نعرف في مثل يوم زي اليوم العالمي للمعلم، هل ممكن تكون هذه الأيام تدعم المعلمين وتساعدهم بسن قوانين جديدة لدعم مسيرتهم وعملهم؟ سن القوانين دائما يرتبط أو ما يسمى حقيقة في وزارة التعليم بالتعاميم والتنظيمات والإجراءات، هذا لا يرتبط في الواقع بزمن، وإنما هو يكون وليد اللحظة التي تولد فيها المشكلة أو تولد فيها الظاهرة، فلا بد أن يكون هناك تعميم، أن يكون هناك إجراءات لمعالجتها. فهو لا يرتبط في الواقع بيوم المعلم أو ينتظر حتى يحين يوم المعلم، لكنه في اليوم هذا هو استشعار لحجم مسؤوليته، وبالتالي مراجعة دور الدعم سواء من الوزارة أو من المجتمع، وأيضا استقراء مستقبل هذا المعلم ودعمه يعني لا شك. طيب أوكي، إذن طب شكرا لك أستاذ مبارك. حابين أنك أنت توجه الآن كلمة للمعلمين والمعلمات في هذا اليوم باسم وزارة التعليم. أقول أنه معالي الوزير منذ أن استلم مهام هذه الوزارة هو منفتح على المعلمين وعلى المعلمات، ويسعى دائما لتذليل العقبات التي تواجههم، ويعمل على أن يكونوا شركاء فعليين في الواقع، ولعلهم لمسوا هذا من خلال مراجعات كثير من الملفات التي تمس المعلمين، حقوقهم واجباتهم حركة النقل. فالوزارة معهم، والوزارة تفتح كل حقيقة أبوابها وتعالج كل مشكلات التي تواجههم من خلال جهود معالي الوزير، ونتمنى لهم دائما أعوام سعيدة وعملا خالصا لوجه الله، وهم دائما عند حسن الظن وعلا. شكرا لك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم السعودية الأستاذ مبارك العصيمي، ومنا كذلك من برنامج سيدتي نوجه الشكر لكل معلم ومعلمة علمونا حرفا. مشاهدينا ما زلنا مع التعليم، إذ يناقش مجلس دول التعاون الخليجي طرح توحيد المناهج التعليمية وذلك لمكافحة الإرهاب. خلونا نتعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال التقرير التالي. في خطوة
خطوات لمواجهة التطرف، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على توحيد المناهج التعليمية، وكان المجلس قد درس مشروع توحيد المناهج في ديسمبر 2002 في الدوحة، وأصدر قراراً بتطوير المناهج والارتقاء بمستوى المعلم والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية وتنقيح المناهج من أفكار التطرف والإرهاب. تعيش المنطقة العربية وبخاصة منها دول الخليج أزمة التطرف والإرهاب، وسادت في الأونة الأخيرة أعمال عنف وحوادث تفجير لمساجد في السعودية والكويت والبحرين على يد انتحاريين في عمليات تبنى معظمها تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وأعلن الخليجيون عبر موقع تويتر تأييدهم للقرار عن طريق هاشتاغ توحيد المناهج في الخليج. إذن توحيد المناهج الدراسية الخليجية لمكافحة الإرهاب. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف استشاري سلوك الأطفال الدكتور حسين الشمراني. أهلا وسهلا فيك دكتور حسين، ونبغى نعرف هل هناك تأثير من المناهج التعليمية على أطفالنا في المستقبل؟ أهلا وسهلا بكم وشاكر للاستضافة. الحقيقة نعم، يعني هو الطفل يعني وعاء ممكن أن يعني تعطيه قيم ومعلومات خاصة في السنوات الأولى من التعليم تحدد ويعني أفكاره وتوجهاته وممكن حتى تؤثر في المستقبل. هي المشكلة في يعني شيئين، سواء في المادة المقدمة والتي تشكل بشكل عام هي يعني ما هو الدين بالنسبة يعني إليك كشخص، وما يعني هل هناك وهل يعني يستطيع المنهج أن يبرز جمال الدين وحرص الدين مثلا على القيم الأساسية في العدل والمساواة، ويبرز جمال الدين مثلا في تعايش قدر الآخر واحترام يعني الأديان الأخرى وغيرها، أو أيضا في التحذير من الأفكار المتطرفة سواء في الحديثة أو يعني مناقشة يعني إذا كان هناك ما يساء فهمه في بعض الأدلة أو غيرها في الدين. طيب دكتور، الأمر الآخر هو تفضل. المعلم الذي يدرس هذا المنهج وهو أيضا أمر أساسي التأكد من سلامة فكرهم وتوجهاتهم. تفضل. طيب دكتور، كيف ممكن مناهج تعليمية تكون أفكار شاذة وعنيفة عند الطفل؟ هم الآن يعني حتى الجماعات المتطرفة أنت تعرفي أنهم مثلا يعني يستخدمون بعض الأدلة والأحاديث وغيرها ويفسرونها على أهوائهم، يأخذون يعني كل أفكار المتطرفة يرجعونها إلى الدين، وأن هذا التشدد نوع من التدين، ويعتمدون حتى في تكفيرهم أو أفعالهم التي تخرج عن يعني الأطر الإنسانية يرجعونها إلى الدين للأسف. فإذا كانت هذه الأفكار ومأخوذة من الدين يجب أن هناك الطفل يكون لديه قدرة على النقاش على فهم الدين الصحيح، وبالتالي هو يستطيع أن يواجه ويناقش أي أفكار متطرفة يسمعها أو يتعرض لها. يعني هي إشكاليتنا الآن مع الشباب صغار السن، عندهم حب للدين وعندهم اندفاعية رغبة في يعني نصرة الدين وإعلاء شأنه، ولكنهم لا يعرفون كيف، ويسهل يعني التغرير بهم لأنهم ضعيفين من ناحية الدينية. صحيح. أي طيب. شخص يستطيع أن يفسر لهم الدين على ما يهواه هو، وما عندهم يعني القدرة أنهم يناقشون يفكرون يتساءلون. هذه طبعا يمكن من إحدى الأساسيات أنهم دائما الأتباع ممنوع عليهم النقاش، يعني يجب أن يحترم رأي من يفتي ولا يستطيع نقاشه أو التشكيك برأيه أو غيره للأسف. وبالتالي دكتور يعني سمي. وضحت الفكرة دكتور، إن شاء الله ينجي أطفالنا وشبابنا من كل هذه الأفكار الشاذة الدخيلة علينا. دكتور حسين الشمراني استشاري سلوك الأطفال، شكرا لك. ومشاهدينا ما زلنا مستمرين في الأخبار، لكن أنتقل لزميلتي خلود في جدة وأعرف إيش عنده. يسعد لي مساكي خلود.
يسعد لي مساك يا مروة ومسا كل مشاهدي الكرام في كل أنحاء الوطن العربي والخليج وتحديدا المملكة، حياكم الله بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي. كما ذكرت زميلتي مروة إحنا مستمرين في الأخبار، وحنتقل الآن إلى خبر عن 10% من طلبة المدارس معرضون لفرض الحركة، مما يؤثر على التحصيل العلمي للطالب وتؤثر أيضا على فرص التوظيف وبناء علاقات اجتماعية سليمة. هنتقل مشاهدي الكرام إلى الخبر التالي، وهو عن 300 متطوع يترجمون شعار أنا أخدم وطني إلى واقع بزرع حدائق وتنظيف الأحياء. شارك ما يقارب 300 متطوع من شباب العاصمة في زراعة الحدائق، إضافة إلى مشاركة عدد من الشباب في نظافة الأحياء وصيانة المرافق أو لمرافق الساحة البلدية. وشهدت الفعاليات التي شهدت حماسا كبيرا من المشاركين، تفاعل مع الأنشطة الاحتفالية، مساهمة منهم في المشاركة في خدمة المواطنين والمقيمين، تقديرا للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن. وإذا دل هذا الشيء مشاهدي الكرام يدل على حب الوطن طبعا والمسؤولية الاجتماعية تجاه جميع أفراد المجتمع. مشاهدي الكرام، هذا كان خبرين بسيطين في برنامج سيدتي لهذا اليوم، وأكيد فقراتنا ما زالت مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، مواكب الأجر مشروع مبتكر لعون الإنسان ويمكن للجميع المشاركة فيه.